اوكي. لما نشوف الخلايا كذي نشوف في شيء كذي مسكر عليه مثل الشمع وشيء مفتوح. اللي مسكر معناته ان النحل وافق عليه انه هو جاهز ومكتمل النضج وسكر عليه كذي للحفظ. تشوفون؟ لما نشوف الخلايا كذي نشوف في شيء كذي مسكر عليه مثل الشمع وشيء مفتوح. اللي مسكر معناته ان النحل وافق عليه انه هو جاهز ومكتمل النضج وسكر عليه كذي للحفظ. تشوفون؟ اللي قاعدين نسوي الحين بهذا المشط، اوكي، قاعدين نكشط الطبقة هذه علشان ندخلها في الجهاز هذا ونطلع العسل من هني، هذا اللي مسكر. تشوفون؟ فهذه العملية يسمونها كشط الشمع، اللي هو ازالة الطبقة الشمعية اللي هي هذه، اوكي، وندخله في جهاز الفرز. جهاز الفرز عبارة عن عملية السنترفيوج اللي هي الالتفاف بشكل سريع، تخلي العسل كله اللي بالخلايا يطلع، سواء كان مختوم ولا مو مختوم، بس الكشط يطلع بشكل أسرع. بعدين عاد الخلايا اللي خلصنا منها وفرزناها بجهاز الفرز هذه نرد ندخل نرجعها على النحل عشان يقوم بعملية التنظيف. التنظيف يعني ياكل كل اللي حوالين الخلايا ويستفيد من العسل اللي ما طلع ويانا بالفرز، وياكل كل هالحثاريب وغيره اللي ممكن يستفيد منها، خاصة نبي هالشي بموسم الصيف الحار. شوفوا كذي عملية الدوران السريعة تخلي العسل يطلع ويانا. الحين شفتوا لما هذا اللي نازل ويانا نصفيه، وهم تبقى كل هالأشياء هذه، هم هذه نرجعها للنحل بشكل ما علشان يستفيد منها، ماكو أي شيء that goes to waste. يمكن بعضكم بتلوع شبده من هالمنظر بس ما يخالف. شفتوا اللي تو شفناه اللي هو الشمع المختوم لونه كذي فاتح وأشهب، أما هذا أوكي يكون عادة كذي مصوفر محمر، هذا يسمونه الحضنة. والحضنة هي الدوائر هذه اللي تبيض فيها الملكة ويطلع لها عقب نحل. فتشوفون هذه اللي كأنها دودة واللي داخل للحين منخشين وخربنا عليهم، هذولا كلهم نحل غير مكتمل النمو، يرقات. شوفوا شلون كل وحدة بيتها السداسي. الحمد لله كمية العسل فوق الممتازة، وايد 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 يعني فاقت توقعاتنا، خاصة إنه في فصل الصيف وإنه ما سوينا تغذية بالمرة، يعني ما حطينا لهم تغذية. في ناس تحط مايو سكر، عجينة، فبكذي نخليه 10 أيام، أوكي، وراح يصير بإذن الله كله ممتاز. وهني الملوخية يبي لها حصاد أصلي، لهني يبي لها حصاد. بس انا مو بس اني ما فرغت، وايد حر على اني اقصب نفسي، ولما اوصي سبحان الله. ان شاء الله اذا تبون معلومات زياده او بوستات زياده عن تربيه النحل راح نحط ان شاء الله، شاركوني رايكم، وان شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا بمشاهده عمليه الفرز اللي تونا قمنا فيها. هني الليران اللي عندي، ملوخيه، رقي، ريحان، هم الريحان يبي له حصاد احسن ما يزهر، وهناك لمن جراس. قبل ما ادخل شوفوا هالرقيه المعلقه. مو صح قلنا بالبراويز في خلايا مختومه وفي خلايا لا، اللي هي يعني عسل ناضج وعسل مو ناضج. اللي راح نسويه انه راح نحطه في جهاز اسمه المنضج او ركمية، وهذا يخلي العسل الناضج ينضج المو ناضج. والرقي هناك ورا الروزماري. الحمد لله الزراعة متعة، وانصح الجميع اللي عنده مساحة او اللي ما عنده انه يزرع، صج متعة حتى بهالجو الحار، هم الزراعة متعة. قبل ما ادخل شوفوا هالرقية المعلقة. فبكذي نخليه 10 أيام، اوكي، وراح يصير بإذن الله كله ممتاز.
اللي سويناه هالسنة إنه شدينا حيلنا بالتبريد، حطينا مثل ما قلت لكم من قبل التكييف، مو مجابل الخلايا، لا يعني أبعد بشوي، والتكييف يعني خفيف مجرد إنه يلطف الجو، وحطينا حطينا تنقيط فوق الخلايا، وحطينا فوق الخلايا خياش، فالخيشة تتبرد من التنقيط الماي وتبرد على الخلية بالكامل، وهذا الشيء وايد وايد شفنا نتيجته، وإن شاء الله راح أدش بالتفصيل أكثر علشان